أكتب مكان الميقات الوحدة المناسبة للرقم 5. إذا نكتب العدد في جدول المنازل ونكتب دائما رقم الآحاد في الوحدة، أي رقم 5 نكتبها في النشاط التالي: نحول إلى الوحدة المذكورة. إذا لنحول إلى الوحدة نضيف أصفار أو نحذف أصفار. لنحول من الديكامتر إلى المتر نضرب في 10، أي نضيف 0.1. هذه طريقة، أو طريقة أخرى نكتب العدد في جدول المنازل ونحول. وعند كتابة العدد في الجدول دائما نكتب رقم الآحاد في الوحدة، مثال 12 ديكامتر نكتب رقم 2 في الديكامتر. الآن سنحول 9 ديكامتر و1 هكتومتر إلى الديكامتر. أولا نكتب 9 ديكامتر، ثانيا نكتب 1 هكتومتر ونحول. إذا و هي عملية جمع، نحول 1 هكتومتر إلى الديكامتر تعطينا 10 ديكامتر، ونجمع 10 ديكامتر مع 9 ديكامتر تعطينا 19 ديكامتر. الآن سنحول 300 متر و1 هكتومتر إلى الهكتومتر. لنحول 300 متر إلى الهكتومتر أحذف صفران، ثم أجمع مع 1 هكتومتر لتحصل على 4 هكتومتر. الآن سنحول نصف هكتومتر ونصف الديكامتر إلى المتر. نعلم أن 1 هكتومتر يساوي 100 متر، إذا نصف هكتومتر هو نصف متر، يعني نصف 100 متر يساوي 50 متر، و1 ديكامتر يساوي 10 متر، إذا نصف الديكامتر يساوي نصف متر، يعني نصف 10 متر يساوي 5 متر، ونجمع الأطوال التي تحصلنا عليها يساوي 55 متر. 650 متر و3 ديكامتر سنحولها إلى الديكامتر. نكتب هذا العدد في جدول المنازل ثم نحول، و3 ديكامتر نكتبها أيضا ثم نحول. 700 متر إلى 2 هكتومتر كم يساوي من ديكامتر؟ عند الجمع أو الطرح الأطويل دائما نحول إلى نفس الوحدة ثم نحول إلى الوحدة المطلوبة. إذا نحول 700 متر إلى الديكامتر تعطينا 70 ديكامتر، و2 هكتومتر إلى الديكامتر تعطينا 20 ديكامتر، ثم نطرح 70 ديكامتر إلى 20 ديكامتر تساوي 50 ديكامتر. 5 هكتومتر ونصف كم يساوي من متر؟ نعلم أن الهكتومتر الواحد يحتوي على 100 متر، إذا 5 هكتومتر يساوي 500 متر، نضرب في 100 أو نضيف صفران. ونعلم أن النصف الهكتومتر يساوي 50 متر، إذا نجمع 500 مع 50 يساوي 550 متر. 30 متر و12 ديكامتر كم يساوي من متر؟ إذا نكتب العدد في الجدول ودائما نكتب رقم الآحاد في الوحدة ثم نحول، ونجمع الأطوال ونتحصل على 150 متر. 3 هكتومتر ونصف كم يساوي من ديكامتر؟ نعلم أن 1 هكتومتر يساوي 10 ديكامتر، إذا نصف الهكتومتر ويساوي نصف 10 يساوي 5 ديكامتر. إذا نجمع 30 مع 5 يساوي 35 ديكامتر. 200 متر و1 هكتومتر كم يساوي من ديكامتر؟ إذا نحول 200 متر إلى الديكامتر وذلك بحذف 0، ونحول 1 هكتومتر إلى الديكامتر وذلك بإضافة 0.1. إذا نجمع 20 مع 10 يساوي 30 ديكامتر. الآن سنحول 5 هكتومتر إلى 350 متر كم يساوي من متر؟
إذا نحول 5 هكتومتر إلى المتر، نضيف صفران لتحصل على 500 متر، ثم نطرح منها 350 لتعطينا 150 متر. السند 2، المسافة الفاصلة بين منزل إسراء والمدرسة 3 هكتومتر و5 ديكامتر و350 متر. أحسب المسافة التي قطعتها إسراء في اليوم بحساب المتر. إذن لجمع الأطوال أو طرحها، نحول دائما إلى نفس الوحدة، وغالبا نحول إلى الوحدة الصغيرة. إذن في هذه الوضعية سنحول 3 هكتومتر إلى المتر و5 ديكامتر إلى المتر. لنحول الهكتومتر إلى المتر نضرب في 100، ولنحول الديكامتر إلى المتر نضرب في 10، أو نقوم بكتابة الأعداد في جدول المنازل ونضيف أصفار. إذن لنتحصل على المسافة ذهابا وإيابا، نقوم بضرب المسافة ضرب 2. السنة 3، رسمت حنين المخطط التالي. إذن المخطط من المكتبة إلى المنزل، ومن المنزل إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى الملعب. إذن سنحسب المسافة بين المكتبة والمدرسة بالمتر. إذن سنحول 5 هكتومتر و12 ديكامتر إلى المتر. إذن لنحول الهكتومتر إلى المتر، نكتب رقم الآحاد في الوحدة، يعني 5 في الهكتومتر، ثم نضيف صفران أو نضرب في 100. نفس الشيء بالنسبة إلى 12، نكتب رقم الآحاد في الوحدة، أي 2 في الديكامتر، ثم نضيف 0، ثم نجمع الأطوال لنتحصل على 620 متر. 4 هكتومتر و300 متر كم يساوي من متر؟ إذن 4 هكتومتر نحولها إلى المتر، نضيف صفران لنتحصل على 400 هكتومتر، مع 300 متر يساوي 700 متر. لحساب المسافة بين المدرسة والملعب، نطرح المسافة من المنزل والملعب إلا المسافة بين المنزل والمدرسة، أحول إلى الوحدة المطلوبة. إذن سنحول هذه الأطويلة إلى الوحدة المطلوبة. 37 متر مع كم متر يساوي 5 ديكامتر؟ أولاً نحول 5 ديكامتر إلى المتر، فنتحصل على 50 متر، ثم نطرح منها 37 متر، إذن النتيجة تساوي 13 متر. نمر 7 هكتومتر إلى 260 متر كم يساوي من ديكامتر؟ إذن نحول 7 هكتومتر إلى المتر يساوي 700 متر، ثم نطرح منها 260، ثم نحول إلى الديكامتر فنتحصل على 44 ديكامتر. هذه التحويلات موجودة على جدول الوحدات. 4 هكتومتر و5 ديكامتر كم يساوي من متر؟ إذن نحول 4 هكتومتر إلى المتر يساوي 400 متر، و5 ديكامتر إلى المتر يساوي 50 متر. إذن نجمع الأطوال فنتحصل على 450 متر. اثنين هكتومتر و7 متر كم يساوي من متر؟ إذن نحول 2 هكتومتر إلى المتر فنتحصل على 200 متر، ثم نجمع 7 متر يساوي 207 متر. 280 متر إلا كم متر يساوي 20 ديكامتر؟ إذن أولا نحول 20 ديكامتر إلى المتر يساوي 200 متر، ثم نطرح 280 متر إلا 200 متر يساوي 80 متر. في هذه الوضعية سنبحث عن طول المسافة بين المكتبة والمدرسة. لدينا معطى أن المسافة بين المكتبة والمدرسة أقصر من المسافة بين المنزل والمكتبة ب 45 متر. إذن نحول 2 هكتومتر ونصف إلى المتر فنتحصل على 250 متر، ثم نطرح
250 متر إلا 45 متر يساوي 205 متر.